السلام عليكم. تم البارحة عملية تفكيك الماكينة الحفارة الكبيرة لمترو الجزائر، حيث أنه تم تفكيكها على مستوى محطة الدار البيضاء، محطة يعني مطار الدار البيضاء، ليعاد تركيبها في محطة واد السمار في الأيام الأسبوع هذا إن شاء الله، لتنطلق عملية الحفر نتاع التينال يعني باتجاه الحراش، ابتداء من محطة واد السمار باتجاه الحراش كما قلنا. إذن هذه هي الصور يعني لتوضح عملية تفكيك ونقل الماكينة الحفارة الكبيرة باتجاه محطة واد السمار. نكتفي بهذا القدر، السلام عليكم.